سيادة الرئيس، في شهر يوليو الماضي وأثناء حفل تخرج الكليات العسكرية من مقر الكلية الحربية من مصنع الرجال، قلت لسيادتكم: كن مطمئنا، لا تخشى على مصر لا من داخلها ولا من خارجها، فهي محروسة ومحمية بالعناية الإلهية. وقد ظللنا على مدار 5 أعوام و4 أشهر منذ أن توليتم زمام أمور الوطن، وحتى لا يزايد علينا المزايدون كنا نقول دوما: إن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر تحققت أولا وأخيرا بفضل المولى سبحانه وتعالى، ثم بفضل صبر وجلد وتحمل شعب مصر البطل. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أو إغفالها، لكن إحقاقا للحق، ما كان لتلك الإنجازات أن تتحقق أيضا لولا حكمة ومهارة وبراعة وشجاعة ربان سفينة الوطن. فامضي يا سيادة الرئيس فيما أنت ماض إليه، ثقتنا في شخصكم لا حدود لها، وإيماننا بصدقكم راسخ وثابت. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يخذلك أبدا ما دامت نيتك خالصة لوجهه الكريم، وما دام عملك مصوبا نحو المصلحة العليا للبلاد. مصر ستبقى، مصر ستقوى وستنهض وستتبوأ مكانتها التي تليق بها. وفي النهاية تبقى كلمة: إننا نفخر ونشرف ونعتز بانتمائنا لوطن يقوده بطل اسمه المشير عبد الفتاح السيسي. الحضور الكريم، لم يتبقى لنا من ندوتنا سوى أن نستمع إلى كلمة قائد ورمز مصر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا، ربنا يديك العمر. وكنيسة مصر وأزهر مصر وليسمع لي فضيلة إمامنا الأعظم الطيب طيبه الله، ربنا يبارك في مالك، اسمح لي أن أدعو لمصر، بدعي لها في الدرة في الخفاء 45 سنة، بدعي لها في الخفاء بإخلاص أنا وأولادي يا معالي الباشا. اسمح لي أن أدعو الآن جهرا كي يعلم الجميع، كي يعلم الجميع، من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، أننا نحب مصر مهما حدث لنا، فنحن نحب مصر وندعو لها، فهي عرضنا، هي عرضنا،
وهي شرفنا حقا، لا اقول نفاقا. انا قلت اسمح لي بعلك، انا كنت بدعي في الخفاء وفي الدرة، اسمح لي ادعو للعالم كله كي يراني العالم كله اننا نحب مصر، نموت فداء لمصر، وتعيش مصر، تعيش مصر، تحيا مصر يا فندم. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة الى يوم الدين. اجعل مصر آمنة مطمئنة الى يوم الدين. امين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة الى يوم الدين. بجاه حبيبك المصطفى، بجاه حبيبك المصطفى، وبحق جبريل وميكائيل وإسرافيل، بجاه الحبيب النبي وبحق القرآن الكريم، احفظ مصر وشعبها وجيشها وأمنها وقيادتها وقائدها العظيم، ولا ترنا شرا ولا سوءا ولا مكروها يا رب في مصر وأهلها. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا معالي الباشا، سامحني. شكرا جزيلا الله. وربنا ربنا يتقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوسنا جميعا، إنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي عكست إيمانا عميقا بشرف وعدالة القضية، التي حمل أبناء مصر على أكتافهم عبء الدفاع عنها. فأعز الله مصر ومكن أبناءها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني أضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية ودرسا يتلقاه طلابها حتى يومنا هذا. إن دراستنا لنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن. أولها يكمن في التضحية من أجل وطننا والعمل بصبر واجتهاد لبنائه، وثقتي بشعب مصر ومعدنه الأصيل أنه لم يتغير وما زال قادرا وراغبا في التضحية من أجل وطنه. أما الخلاصة الثانية فتكمن في الإصرار بحكمة على تحقيق الهدف الذي سيتحقق بإذن الله بمواصلة طريقنا الذي أعرب المصريون عن اعتزامهم استكماله رغم ما يتحملونه من مصاعب اقتصادية تدرك الدولة مدى شدتها، ولكنه الطريق الحتمي لنحقق معا ما نحلم به من أجل وطننا. ذلك الطريق الذي نمضي فيه معا بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية والتي أشادت بما حققته مصر من معدلات نمو اقتصادي واعدة، ودوما ما تؤكد ودوما ما نؤكد على أن قوتنا تكمن في وحدتنا. ولنا في نصر أكتوبر العظيم درس مهم من دروس التاريخ تحقق بالإرادة والصبر والعمل. إن من لا يملك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً، ولذا فقد حرصت منذ تولي مهام منصب القائد العام للقوات المسلحة وخلال منصبي الحالي على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، إذ أن مصر دولة محورية في محيط مضطرب، فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر التي يرغب من يستهدفها في إسقاط منطقة بأكملها وليس دولة فحسب. فلنعمل معا لنشيد دولة حديثة عصرية تمتلك مقومات التقدم والازدهار. الحق أقول لكم إن تطور الحضارة البشرية امتد ليطال مفهوم الحرب الحديثة الذي بات يشمل أيضا الحروب غير المتماثلة
والتي تتضمن حرب المعلومات وأساليب الدعاية الإعلامية التي أصبح الاكتزاء والتضليل وسيلة مهمة من وسائلها، وهو أمر يتعين علينا جميعاً الانتباه له، فظاهره يتجمل بالدعوة إلى مصلحة هذا الشعب، أما باطنه فلا يضمر لمصر ولشعبها سوى الشر والسوء. عبر زعزعة الاستقرار والثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات دولته، وختاماً، لقد انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة حينما تسامينا على ضيق المورد لنبل المقصد، وتجاوزنا مكائد الحاقدين وشماتة الأعداء. فيا أبناء مصر جميعاً، دعوا دوماً مصلحة الوطن نصب أعينكم، ووفروا المناخ الملائم لنموه وازدهاره. لا تلتفتوا إلى دعاوي التشكيك والإحباط التي تأتي مدفوعة بأهداف شخصية أو مصالح ضيقة، ولنكن جميعاً على قدر المسؤولية. فلا يصح سوى أن نعي جيداً أين تكمن مصلحة الوطن لنبني دولة المواطنة، ونضمن لمصرنا المكانة التي تليق بها بين الأمم. والحقيقة الكلمة كده خلصت، لكن عايز قبل ما أترك مكاني هنا أديكم الفرصة لسؤال أو اتنين نتكلم فيهم، ويبقى فرصة إن احنا نتناول الموضوع بشكل بعيد عن الكلمات المترتبة.